أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي يشرب الخمر في المنزل، فماذا أفعل؟ أترك المنزل؟ إذا كان لك غنى عن الجلوس مع والدك لأن تسكن وحدك، يجب عليك أنك تعتزل منزل والدك وتنزل في منزل خاص بك أو مع أحد يتقي الله عز وجل. أما إذا كنت لا تستطيع وليس لك مكان تسكن فيه، فتبقى قدر الضرورة مع المناصحة لوالدك، مع المناصحة المتصلة والموعظة لوالدك، لعل الله أن يهديه. نعم.